السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حضرت عند ذبيحة الكتاب ونطق باسم المسيح عند الذبح، فهل يجوز لي أن آكل من هذه الذبيحة؟ الله أباحها وهو يعلم أنهم يقولون هذا، فما دام الله جل وعلا أباحها أي ذبائح الكتاب فتؤكل، وإن تركت أنت من باب الكراهية أو من باب التعفف فلك ذلك. نعم، لكن ما تقول حرام هذا، والله يقول حلال، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أن تقول حرام؟ نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،